بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله شركاء الجن. بعد أن قدم الحق سبحانه ذاته وصفاته وأفعاله للخلق كحيثية توجب الإيمان به إلها واحدا لا شريك له، قدم ذلك بقوله: إن الله فالق الحب وفالق الإصباح، وجعل لكم النجوم، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنشأكم من نفس واحدة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خضرا إلى آخر ما قال سبحانه. تلك مقدمات تؤكد أن المستقبل لهذه الذات بهذه الصفات بهذه الأفعال يجب أن يكون إلها واحدا متفردا، ولكنهم للأسف استقبلوا كل ذلك بأن جعلوا لله شركاء، حتى يتعجب المؤمنون من جعلهم لله شركاء بعد هذه الحيثيات التي قدمها. ولا توجد حيثية من هذه الحيثيات يخالف فيها أحد، فلم يأتي أحد ليدعي أنه الذي فلق الحب والنوى، ولا فلق الإصباح، ولا جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ولا جعل النجوم لنهتدي بها، ولا أنزل من السماء ماء فأنبت به، لم يدعي أحد ذلك أبدا. فكان من الواجب أن يسلم المدعى لله، وأن يوحد ذاتا وصفاتا وأفعالا، ولكنهم للأسف جعلوا لله شركاء. جعلوا لله شركاء، من هم الشركاء؟ الجن. والجن كما تعلمون هم خلق من خلق الله، خلق الإنس وخلق الجن، وخلقهم مستورين، حتى لا نعتقد أن خلق الله لحي كائن يجب أن يتمثل في هذا القالب المادي، بل يخلق ما شاء كما شاء، فيخلق أشياء مستورة لا ترى ولها حياة ولها تناسل، ويخلق أشياء مستورة ولا تناسل لها، كل ذلك بطلاقة قدرة الحق سبحانه. وليقرب الحق لنا هذه القضية، لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء التي لا تدرك ولا ترى، لأننا لا نعلم حسا وجودا للشيء إلا إذا أحسسناه، فيقول: لا، ليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك، لأن حسك له قوانين تضبطه، فأنت ترى ولكنك ترى بقانون، بحيث إذا بعد المرئي عنك امتدادا فوق امتداد بصرك فلا تراه، وكذلك أذنك تسمع، فإن بعد الصوت عنك أو مصدر الصوت عنك بحيث لا تصل الزبزبة إليك يبقى ما تسمعش، كذلك عقولك تفهم أشياء ولا تفهم أشياء. ثم ضرب لنا في وجودنا المادي أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفي من الجن ومن الملائكة. كيف؟ الآن العقل البشري هداه الله الذي قدر فهدى إلى أن يكتشف شيئا اسمه الميكروب،
والميكروب حي دقيق جدا بحيث لم يكن للبصر العادي أن يدركه، ولكنه كان موجود وفعل الأفاعيل في الناس ودخل في أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل، وعمل فيهم وفي صحتهم ما عمل من الهلاك ومن الموت والطاعون وغيره، ومع ذلك موجود من جنس وجودنا يعني مادة، وموجود له حياة وله فعل وله نفوذ في الهيكل الذي يدرك وهو الإنسان. فشيء خفي لا يدرك يهدد إنسانا ضخما يدرك إلى أن اكتشف. فمعنى اكتشاف أننا أوجدناه لا، وجوده شيء وإدراك وجوده شيء آخر. نحن أدركنا وجوده. طب وإذا حللنا الميكروب قال هو من مادتك ولكنه دقيق جدا حتى أن العين المجردة لا تراه، فلما اكتشف الميكروسكوب وكبرناه شو عرفنا الله هذا الحيوان كنت لا تراه، فعدم رؤيتك له سابقا أكان يعني أنه غير موجود؟ لا، هو موجود ولكنني لم أدركه، وقد اكتشفت آلة جعلتك تدركه. إذن فموجود شيء لا يعني أنك من الضروري تدركه. فإذا قال الله لك لي ملائكة من خلقي ولي جن من خلقي ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم، نقول له صدقت يا ربي، لأن من جنس مادتنا كان موجودا ولا نرى. إذن الأشياء اللي بنكتشفها الآن ده دليل على إيمان الله بما أخبر به في الأمور الغيبية. الجن مستور، والمادة كلها قلنا أنها تدل على الستر، الجنون غياب العقل مش كده؟ طيب، وجن الليل يعني ستر وغط، والجنة أم قال لك ما هو أصل هيبقى فيها بقى بإيه أشجار ومش عارف إيه بحيث اللي يمشي فيها ما يبانش، تبقى ساترة اللي موجود. الله، إذن المادة كلها الساتر. طيب، هل الذي نتعجب منه أنهم جعلوا الجن شركاء، أم أن التعجب ليس من جعل الجن شركاء ولكن من اتخاذ مبدأ الشركاء سواء كان جن ولا غير جن؟ المبدأ نفسه إيه؟ احنا مش ما بنعترضش على ان الجن يبقوا شركاء، احنا بنعترض على المبدا نفسه انه يبقى له شريك من جن او ملائكه او سواه. ولذلك قدم الايه، قدم المجعول عن المجعول منه، مع ان من العاده ان نقدم المجعول منه على المجعول. فتقول جعلت الطين ابريقا، الطين اللي موجود قدامك ده عملت منه ايه؟ يبقى الطين كان موجود ولا لا؟ وخدت منه اللي كانش موجود اللي هو مين؟ إبريق. طيب، هل الشركاء كانوا موجودين والجن طرأ عليهم، ولا الجن موجودين وطرأت الشركاء عليهم؟ يبقى كان يقول ايه؟ وجعلوا الجن لله شركاء، وجعلوا الجن لله ايه؟ شركاء. قال لك ايه، وانما اصل العجيبة مش في ان الجن يبقوا شركاء، العجيبة في المبدأ نفسه، وانهم كيف ترد فكرة الشركاء على اذهانهم، انما مش الجن ولا غيره. اذا المهم ايه؟ المهم نفي الشركاء، نفي الايه؟ المجعول. اما المجعول منه ده ايه؟ موجود جن، انما شركاء لا. يبقى الاهم قدمه، وجعلوا لله شركاء. ساعة ما تسمع تقول اعوذ بالله جعلوا لله شركاء، ما يهمكش مين هم الشركاء دول، لأن مطلق مجيء شريك لله هو ده العجيب، سواء كان الجن ولا مين أو الملائكة. وجعلوا لله شركاء الإيه؟ الجن. طب كيف جعلوا الجن شركاء؟ إيه يعني؟ أم قال لك ألم يقل الحق في كتابه إن إبراهيم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا؟ نعم. طيب، إذن ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما يأمره به، تلك هي العبادة. وما دام بيطوعوا الشياطين في وسوستهم يبقى أكنهم إيه؟ عبدوهم. ولذلك يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا إيه؟ سبحانك ما يمكنش أنت إيه؟ ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. يبقى بيعبدوا الجن يعني إيه؟ يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه. يبقى العبادة هي الإيه بقى؟ هي الطاعة، لأن معبود وعابد، يبقى لازم أنت يا عابد تطيع الإيه؟ المعبود. ما تقترحش انت العبادة. شوفوا قال لك تقرب الي بايه افعله، وتقرب الي بايه ما تفعلوش ما تفعلوش، يبقى افعل ولا تفعل هي الايه، هي الحجة. نعم. بل كانوا يعبدون الجن. وجعلوا لله شركاء الجن. طب وليه كده؟ اشمعنى يعني جابوا شركاء؟ طب ما كانوا يعبدوهم وتنتهي وبلاش ربنا وياهم. ما هي شركاء دليل على ان فيه ايه، يعني فيها الله وفيه ايه وفيه شركاء. طب ايه الحكاية دي؟ طب ما كانوا يعبدوهم وخلاص وتنتهي المسألة وبلاش الله دي في الوسط، زي الملاح ده مثلا. يقول لك لا، ما يغشوش نفسهم. ليه؟ أم قال لك لانهم اتخذوا الشركاء وبيطيعوهم، لان الشركاء دي ملهاش منهج تقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ده هم يفعلوا اللي على كيفهم، هم يفعلوا اللي ايه. والله ده يبقوا آلهة كويسين دولي، اللي يخلوا العابد يعمل ايه؟ يعمل اللي على كيف. لكن ظروف الحياة وأقضية الكون الغالبة تأتي لهم بأحداث فوق أسبابهم، فلا يخدعون أنفسهم ويغشوه ويقولوا للآلهة ارفعي عنا الأحداث، لأنهم عارفين انهم كذابين فيه، يقوموا عايزين لهم إله حق عشان لما تيجي لهم أحداث يعملوا ايه؟ يفزعون إليه، يفزعون إليه. يبقى إذن كونهم جعلين لله شركاء أهي، ليه جايبين الشركاء وليه ما ألحدوش وخلاص وتنتهي المسألة؟ نقول لا، لأن الشركاء ما لهمش مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات يبقى العابد على كيفه. طب يبقى عابد إزاي وبيعبد إيه؟ ما يبقاش معانا، لأن لا فيش لا أوامر. طب الشمس قالت لهم إيه؟ ها؟ قالت لهم افعلوا ايه ولا ما تفعلوش ايه؟ طيب اللي يفعل زي ما هي عايزه تعمل له ايه ولا ما فيش حاجه؟ ما فيش منهج. ويبقى اله كده بلا منهج، ده اله فانتازيه، دي حاجه كويسه قوي دي. لكن الاحداث التي ده، لكن اذا مسهم الضر من يجأرون لمن؟ للالهه التي يعتقدون كذبها وبهتانها وانها لا تنفع ولا تضر. لا نخلي ربنا ده عشان الحاجات اللي ما نقدرش عليها ايه ولا ما يعملوهاش نبقى ان ايه نفزع اليه. ولذلك اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او، فلما كشفنا عنه ضره يبقى عايزنا لمصلحته بس. لما يجي له ضر ولا اي حاجه يبقى يجي له. طب ما بيجيش لدكم ليه؟ ما هو عارف الحكايه. لذلك يقول لك على بابز مش الحكايه بتاعتهم. قال له انت اله علي يعني؟ عيب. الله. وجعلوا لله شركاء الجن. ومن العجيب ان الذي جعلوهم شركاء لله، الله خلق العابد والمعبود، خلقهم. يعني التعجب من ايه؟ من امر ان يجعلوا شركاء لمين؟ لله. ويجعلوا شركاء لله الجن ولا الملائكه زي بعض قد بعضهم. طيب والعجيبه الثانيه انه ايه؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى خلقهم وبعدين يخرقوا له. خرقوا له يعني ايه؟ يعني اختلقوا. خرقوا يعني اخترقوا. طب وش معنى خرقوا دي؟ ايه ليه كده؟ قال لك لان الخرق ايجاد فجوة في الشيء المستوي على قانون السلامة. الخرق ايجاده فجوة كده في الشيء المستوي على طريق الايه السلامة، يعني كونه سليم يبقى ما فيش فيه ايه خرق. ولذلك قال في السفينة ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها؟ كانت سليمة كويسة 24 رات انت هتخرقها. يبقى وخرقوا له يعني عملوا ايه؟ عملوا خرق في الشيء الايه السليم اللي الفطرة تأبى أن يكون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. طب بنين وبنات، أما قسم البنين ده في أهل الكتاب، وقالت اليهود إيه؟ عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى أدي البنين. طب والبنات؟ قال لك العرب كانت بتعتقد أن الملائكة بنات الله،
وبعدين ربنا يقول لهم طب يعني لما يكون ربنا هو اللي خالق الذكور وخالق الايه الاناث يقوم يخصكم انتم بالذكور وياخد الاناث؟ افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون الله اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ انتم بتفكروا ازاي؟ الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ايه؟ وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. قالوا ده حصل اتصال بين الله والجنه قامت خلقت الملائكه كل دي. يبقى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ايه حكيت بغير علم؟ له العلم يؤدي. قال لك ده العلم يؤدي الى النقيض، لان العلم قضيه استقرائيه معتقده واقعه يقام عليها الدليل، وهذا شيء لا واقع ولا يمكن أن يوجد عليه دليل، لأنه ما دام غير واقع فلا يوجد عليه دليل. يبقى بغير علم ولا لا؟ طيب يبقى بإيه؟ يبقى بجهل. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان اذكرهم إن الناس بتفهم إن الجهل أن لا تعلم. لا، الأمية أن لا تعلم. أم زي أم ما ولدته، وزي أم ما ولدته مصداق لقول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك فلان أمي. أمي يعني إيه؟ منسوب لأمه، ما خدش حاجة أبدا لا من المجتمع ولا أي قضية. فلان إيه؟ أمي، منسوب إلى الأم اللي هي ربنا بقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة عشان تديكوا وسائل الايه المعلومات وتدركوا وتدركوا به. طيب عال قوي. يبقى اذا الاميه هي اللي تناقض ايه مقابل ايه؟ يجي لها ايه؟ قال لك في اميه وفي جهل. الاميه انك ما تعرفش حاجه ابدا وبعدين نعلمك، لكن الجاهل عارف حاجه بس حاجه مش صح، قضيه مخالفه. يبقى ده لما نحب نعالجه نعمل ايه؟ طب الامي اذا عالجناه نديله المعلومه وعقله فارغ ياخدها وخلاص، انما الجاهل الذي يعلم معلومه مناقضه للواقع. يبقى انت عايز كم عمليه عقليه؟ عمليه ايه؟ تشيل من عنده الايه؟ اللي عنده الخطا وتحط له مين؟ يبقى اللي بيتعب الدنيا كلها الاميون ام الجهلاء؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الدنيا. الجهلاء هم اللي بيتعبوا الايه؟ الدنيا. يبقى بغير علم يقابلها الايه هنا؟ مش جهاله. بيصدقوا ان في حاجه واقعه وهي مش واقعه ولا يقامش عليها دليل لانها مش موجوده. على الاول لان الدليل لو استقام عندهم بفطرتهم المستقبله لادله البيان وادله الكون كان يجب انهم يعملوا ايه؟ انه ما يتخذوش ايه؟ شركاء لله. سبحانه، الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا شركاء، أم قال سبحانه أي تنزيها له عن ذلك، تنزيها له عن الشرك، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. يبقى ذاته لا ككل الذوات، وأفعاله لا ككل الأفعال، وصفاته لا ككل. ولذلك تأتي سبحانه في كل أمر يناقض نواميس الكون، كل أمر يناقض النواميس الكونية اللي موجود يقول لك اوعى تاخدها بقانونك، إنما خدها بقانون وإطار سبحانه. ولذلك لما جه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعورك به في ليلة، عملية عجيبة ولا مش عجيبة؟ أم قال اوعى تستقبلها بقانونك وبعجبك به، سبحان الذي أسرى. نزه، اوعى تقول انه ليه؟ أم قال لك لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، إنما أسري به. أسري، وما دام أسري به يبقى قانونه موجود ولا قانون الذي أسرى هو اللي موجود؟ طب وما دام قانون الذي أسرى هو اللي موجود، ما دام أسرى الله به يبقى القانون لمين؟ يبقى القانون الله عايز زمان؟ مش عايز زمان. يبقى خدها في إطار إيه؟
سبحان، ويقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الايه ومن أنفسكم، وبعدين يقول ده حاجة واسعة تانية، ومما لا تعلمون، لسه هتعلموا أشياء يبقى فيها إيه زوجية، وعرفناها برضو بعدين في القرن العشرين، عرفنا الموجب والسالب والإلكترونات والمش عارف الإيه والإيه، عرفناها كلها ولا لا؟ يبقى قوله ومما لا تعلمون إيه؟ فسح لإيجاد المجال لقضايا الكون التي تحدث بنشاطات الإيه؟ العقول المخترعة. وجعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه تنزيها له وتعالى أن يقاس بالكائن الموجود، تعالى اسمه وتعالت ذاته وتعالت صفاته وتعالت إيه؟ أفعاله عما يصفون، يصفونه أوصاف لا تليق بإيه؟ بذاته سبحانه. نعم. قال لك بديع السماوات والأرض. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قال في آيات اخرى لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس. ان كنت انت شايف في نفسك عجائب كده كثيرة وكل يوم يعطيك العلم التشريحي او علم وظائف الاعضاء عن سر شيء فيه، كل يوم يدينا سر، كل يوم يدينا سر، قال لك اوعى تتعجب من الحكايه دي، ده السماء والارض اعجب منك. خلق السماء والارض اعجب من ايه؟ وخلق السماء والارض دي ايجاد من عدم، وايجاد من عدم قد يوجد نموذج يصنع عليه، لكن دي بديع، بديع يعني خلقها على غير مثال سبق، تبقى حاجة ايه؟ انشاء كده من عنده. فيه ناس يعملوا حاجة على ضوء حاجة تانية، على ضوء مثلا ركلام، على ضوء اي حاجة، على ضوء ماكت، انما لا، ده بديع السماوات والارض دي عمل ايه؟ احنا بس الارض بتاعتنا اللي احنا عليها وهي كوكب تبين أنها توابع من توابع الشمس، وتوابع الشمس كانوا قديم يقولوا أنها إيه سبعة، ولذلك خدع كثير من العلماء والمفكرين وقال لك أن السبع دار التوابع هي السماوات، فربنا غاب لهم علشان يبطل المسألة دي، بعد ما قالوا سبعة طلعوا ثمانية، وبعدين بقوا تسعة، وبعدين بقوا عشرة، وجي أرونوس وجي نبتون وجي بلوتو، الله الله، جيت توابع تانية ما كناش شايفينها ولا عارفينها. يبقى بعد ما كنت تقولوا طب السبعة والباقي ده يبقى ايه بقى؟ وأين هذه المجموعة الشمسية من السماوات؟ ده دي كلها زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا، ولما اكتشفت المجاهر والحاجات اللي بتقرب البعيد وهو الى اخره، وبعدين شفنا السكه او الطريق اللبني او سكه التبانه زي ما قلنا، لانها مجره وفيها مجموعات شمسيه لا حصر، مليون مجموعه زي مجموعتك الشمسيه، ودي مجره واحده وعندنا ملايين المجرات. الراجل بتاع الفلك قال لك احنا لو عندنا الات تانيه يمكن نكون اكتشفنا ايه. ولذلك شوف اسمع قول الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني شوف إنا ولموسعون دي تبقى إيه بقى الحكاية. يبقى إذن يجب أن نأخذ أن خلق السماوات والأرض دي أهم من خلق الإيه؟ من خلق الناس. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ما دام بديع السماوات والارض، والسماوات والارض اكبر من خلق الناس، وهو بقدرته الذاتيه الفائقه خلق السماوات والارض اللي اكبر من خلق الايه الناس، يبقى كلمه ولد يعني انه عايز ولد، وطرا عليه الولد، لانه ما يمكنش يسمى ولد الا اذا ايه، طب طرا عليه لماذا؟ ده هو خلق السماء والارض اللي اشد من خلق الناس، وبعدين خلق الايه، يبقى عايز الولد ان شاء الله يعمل به ايه بقى ان شاء الله. صفات الكمال زادت بالولد ولا عمل ايه؟ طب لا، قبل ان يوجد عيسى الكون كان ناقص ايه ان شاء الله؟
قبل أن يوجد العزير كان ناقص إيه؟ الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى، يبقى عايزه ليه؟ طب الناس بتعوز ولد عشان امتداد الذكر، وهو ما بيموتش، كل شيء هالك إلا وجهه، وعايزين علشان يعملوا الإيه؟ المعونة، معونة الإيه؟ ده هو القول اللي خلق الأرض. يبقى المسألة بايخة ولا لهاش معنى، ووالله ما كان يصح أن تناقش عقلا، ولكن الله تنزل لطفا بخلقه أن يناقش مثل هذه القضايا. ولم تكن له صاحبة، وعايزين ولد يبقى عايزين صاحبة. الله، طيب صاحبة دي تبقى ايه يعني؟ منين ان شاء الله تيجي؟ الله، ايه الحكاية بتاعتكم اللبخة والمعجنة اللي انتوا عايزين تعملوها لنا في الألوهية دي؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى الولد او الصحبة لا يزيدون له قدرة تخلق، ولا حكمة ترتب، ولا علما يدبر، ما فيش ابدا اي حاجة. تبقى عملية عبثية ولا مش عبثية؟ طيب على الاول، اذا كان الشركاء ممتنعين، والشركاء دول يعني ناس يعاونوك شوية في الملك ده، ياخد السماء وده ياخد الارض وده ياخد الظلمة وده ياخد النور، زي بتوع اسمها ايه ما قالوا الكلام الفاضي دي، ده بتاع الشر وده بتاع الخير وده بتاع مش عارف ايه وبتاع. طب اذا كان هو ما فيش عنده شركاء حتى يعاونوه، يبقى يعني عايز الولاد والولد والصحب يعمل بهم ايه ان شاء الله؟ اعوذ بالله. وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله اللي كل هذه الاوصاف واللي ادعي ان له شركاء، ذلكم الله ربكم. شوف التقديم بكلمه رب قبل لا اله الا هو، لان كلمه رب دي حيثيه لا اله الا هو. إله ليه؟ لأن إله يعني معبود، معبود يعني إيه؟ يعني مطاع، مطاع يعني إيه؟ يعني له أوامر وإيه؟ ونواهي. طب هو إله كده ليه بقى؟ عشان بأمارة إيه؟ بأمارة إنه رب. رب؟ قال لك ما دام كنتم أملين إيه؟ وهو اللي خالق وهو الرب المتولي الإيجاد والتربية واو إلى آخره، كان من المعقول يعمل إيه بقى؟ المعقول إن نسمع كلامه. لان هو اللي رب وهو اللي خالق وهو اللي بيرزق وهو اللي مش عارف ايه. ولما بنسالكم كده على غماكم كده في غفله شهواتكم تنطق فطرتكم، من خلق السماوات والارض، خدهم كده، يقول لك الله، ما يمكنش ما يلاقيش الا كده. ليه؟ لان ديك عايزه مكر وعايزه تلف وتجيب بقى قضيه كذب وتنفع تنزع قضيه صدق وتحط قضيه كذب وتعمل ايه. ولذلك تاخده على ايه؟ على زي ما يقولوا خده على مشامه كده، من خلق السماوات والارض، قولوا الله على طول كده بالفطره، مش عايزه تحضير الله. لكن ديك عايزه ايه؟ عايزه يمكر ويطلع. لا، ولذلك المكر عايز ايه؟ عايز فكرين اتنين، عايز فكرين اتنين. الالات اللي عملوه عشان يكشفوا الكذب، ما هو عشان يشوفوا العمليه العقديه دي بتجهد الكذب بيجهد قد ايه. صاحب الحق لا يجهد، لان صاحب الحق يستقرئ واقعا ينطق به. لكن اللي بيكذب ده اي واقع ياتي به، والله محتار يجيب الواقع ده ولا الواقع ده ولا، ويمكن تساله النهارده ايه يجيب واقع تاني، لانها كذب الحكايه كلها، مش كده ولا لا؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. وما دام خالق كل شيء يبقى هو اولى بالعباده، لان العباده معناها الطاعة الأمر وطاعة النهي. ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يضع كما قلنا سابقا قانون الصيانة. احنا قلنا ان صانع الصنعة هو الذي يضع ايه؟ قانون صيانتها. اللي عمل التلفزيون وضع قانون صيانته، قال دي موجة كذا ودي موجة كذا، ولما تحب الضوء يعمل كذا، والصوت ضعيف يعمل كذا ودي كذا، وعايز تحافظ عليه اعمل طيب عايز الأداة تؤدي مهمتها كما ينبغي، تتبع مين؟ تتبع كتالوج الصيانة بتاعته. وإن خالفت كتالوج الصيانة تفسد الآلة. إذا فسدت الآلة توديها لمين؟ للي صنعها، مش كده ولا لا؟ طب مدام هو اللي خالق مش هو اللي يضع الصيانة، ومدام هو اللي يضع الصيانة نبقى نطيعه ولا ما نطيعوش؟ يبقى هو أولى بالإيه؟ بالعبادة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. وقلنا زمان إن لا إله إلا هو من الله شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق أي حاجة، قبل ما يخلق الملائكة.
وشهدت به شهدت بها ملائكته وشهد بها أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يبقى ربنا شهد بألوهيته من الأول، ولذلك من أسمائه المؤمن. طب نحن مؤمنون أي بالله، طب ربنا المؤمن مؤمن بإيه بقى؟ إن شاء الله بأنه إله واحد. ليه؟ وبهذا الإيمان منه بأنه إله واحد يخاطب كل شيء يريده، وهو يعلم أنه لا يقدر أن يخالف، أقول له كن أنت لأنه إله واحد. فبيقول قل الواثق ولا لا؟ يباشر ملكه مباشرة الايه؟ الواثق بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن أن يتخلف عن ايه؟ عن مراداته. أو نقول مؤمن هو إح مؤمن بحاجة، مؤمن إحنا مؤمنين بالله، إنما هو مؤمن يعني ايه؟ مؤمن لما خلق، آمنهم من ايه؟ من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى مؤمن يعني آمن ما خلق، قال أنا أنت خلقي فأنا هعيشك إن خدت منهجي في أمان، مفهوم؟ يبقى احنا مؤمنون به وهو مؤمن لنا. مؤمن لمين؟ مؤمن لنا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يبقى المنطق والأمر المنسجم مع المقدمة إنه هو لا رب ولا إله إلا هو وخالق كل شيء، يبقى لازم تعبدوه. تعبدوه يعني إيه؟ تطيعوه فيما أمر وفيما إيه؟ نهى، وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى دقة الأداء البياني في القرآن. إحنا في أعرفنا نقول فلان وكيل لفلان، وكيل لمين؟ لفلان. يعني ايه وكيل لفلان؟ يعني بيقوم لصالحه بالايه؟ بالامور اللي هو عايزها. ربنا مش وكيل لك، لا ده وكيل عليك. شوف الاعظم، لان وكيل لك يبقى بينفذ اوامرك، لكن هو وكيل عليك. زي ايه؟ زي الواصي على القاصر، هو وكيل عليه مش له. القاصر يقول له اعمل كده، يقول له لا لا. ولذلك احنا ندعي يجيب دي ولا يجيبش دي، لانه لو اجبنا كلنا يبقى وكيل لنا ولا ايه؟ يعني اللي عايزينه يعمله ده وكيل علينا، علشان الطلب الاحمق نقول له لا حنا ما ينفعش دي. انت ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدو، انت طلبت على انها خير، انما هي مش ايه؟ هي مش خير. لو كان وكيل له يعملها ولا لا؟ لكن هو وكيل ايه؟ عليه، على رغباتنا الطائشه. وبعدين يقول لك انا دعيت ولا استجبش ليا، لا ما هو الاستجابه دي انت كنت فاهم انها تؤدي لك مطلوبك، يبقى تؤدي ليه مطلوبك، يبقى ربنا وكيل لك، انما هو وكيل على ايه؟ وكيل عليه، يعني يعدل تصرفاتك. ساعة ما تطلب حاجة إن كانت فيها خير يديها لك، إن كانت أنت فاهم إنها خير وهي هتجيب شر يقول لك لا كوني وكيل عليك بقى أأجلت شوية، لا بلاش. وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء أي سواء كان مختارا أو غير مختار. كل شيء مختار أو غير. طيب المختار قد يختار شرا، يبقى لأن الله وكيل عليه يقول له لا بلاش ده. طب واللي مش مكلف ولا اختيار له مقهور برضه وكيل عليه، ليه؟ يقول له تخلف انت يا نار، انت بتحرقي؟ لا انا وكيل عليك النهارده، ما تحرقيش، مش عايزك تحرقي النهارده، خلي ابراهيم يسلم. الله 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 الله. يبقى على كل شيء ولا لا؟ من دواعي عظمته أنه لا تدركه الأبصار. ليه؟ لأن البصر آلت إدراك، وآلت إدراك لها قانون، قانونها أن الشعاع يطلع من المرء إلى الرأي ويحدده كده ويعني. فلو أن الأبصار تدركه لحددته، وأصبح اللي يراه أنت حين ترى هذا
تبقى قادر على رؤيته. قادر. وده بقى مقدور ليه؟ لأنه دخل في مين؟ في إدراكي. فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك، والمقدور والقادر لا ينقلب مقدورا أبدا. إذن من عظمته أنه لا يدرك. ده أنت قد ترى الشمس ولكن أتدعي أنك أدركتها؟ ده الإدراك ده معناه إيه؟ الإدراك معناها الإحاطة، ما فيش حاجة تفلت منه. يقول لك أدركه يعني ما إيه؟ ما فلتش منه. ولذلك إيه؟ لما قم فرعون ساروا وراء موسى وقوموا، قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون، يعني ما فيش فايدة. ليه؟ قال لك لأن هذا البحر قدامنا، إن قدمنا نغرق ونتأخرنا يأكلونا. يبقى مدرك يعني إيه؟ محاط به. طيب وسيدنا نوح وقصته وقصة ابنه وفرعون لما أدركه الغرق، مش كده؟ يبقى مدرك يعني إيه؟ يعني محاط به. فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادرا، والله مقدورا عليه، والقادر بذاته لا ينقلب مقدورا لخلقه أبدا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. انتوا زمان قلنا وهو يطعم ولا يطعم. يمكن لو كان يطعم ولا يطعم شيء تبقى يعني أم قال لك ده هو يطعم ولا يطعم. إنما ليه أم قال لك؟ لأن في واحد يطعم ويطعم. الأم بتطعم طفلها ولا لا؟ طيب وهي بتطعم ولا لا؟ يبقى يطعم ويطعم. طب والطفل يطعم ولا يطعم؟ شوف الفرق بين الاثنين بقى. ديكها ايه؟ تطعمه وهي تطعم، وهو يعمل ايه؟ طيب احنا عايزين واحد يطعم بس او يطعم بس. يطعم بس الطفل. يطعم زي ايه كده؟ هات لي كده حاجه تطعم وبس كده وخلاص. ان اطعمتها فلشيء تحتاجه. طب ما هي المشيه بنطعمها، انما هي برضه بت ايه؟ بنطعم منها وبسببها. انما الحق بقى يطعم فغيره محتاج لبقاء كينونته عليه، ولا يطعم يبقى كينونته مش عند ايه؟ مش عند حد. كذلك لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار، لأنه إن قدر على الأبصار كلها يبقى قادر بذاته، والباقي مقدور له لأنه مخلوق له. وما دام مخلوق له يبقى مقدور ولا لا؟ يبقى لم يطرأ على المخلوق شيء إيه؟ شيء جديد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. هنا بقى وقف العلماء بقى وقفة. ما دام لا تدركه الأبصار يبقى إحنا ما نقدرش نشوفه وهو يرانا. وقفوا. هل الإنسان يرى رب ولا ما يراش؟ والدنيا والآخرة والعملية الطويلة دي. فنسأله لا بنص الآية لا تدركه الأبصار. نقوم نقول له يا أخي لكن في آيات في القرآن بتقول وجوه يومئذ إيه؟ إلى ربها. يبقى إلى ربها ناظرة. يبقى في رؤية ولا مش في رؤية؟ طب وإذا كان الله يعاقب من كفر به بأن يحتجب عنه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ طب لمحجوبون. لو اشتركنا معاهم تبقى إيه مزيتنا إحنا؟ ما دام هنبقى محجوب كله عننا لا نشوف ولا، يبقى لازم يكون لنا امتياز. هم ومحجوب عن الكفرة ويبقى غيره محجوب إيه؟ إنكم والحديث إنكم لترون ربكم ليلة البدر كما ترون البدر لا تضمون في رؤيته. الله، يبقى إيه الحكاية؟ قال لك هم ما خدوش بالهم إن فيه فرق بين الأداء القرآني وبين الكلام اللي خلفه. لأن حتى لما يجي رؤية الله هي ممكنة أم غير ممكنة؟ ده هي مش ممكنة، لأن ربنا قال للموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. مش قالوا كده؟ الله. طيب يقول له يا أخي لكن الله قال في الآية اللي أنت بتحتج بها ديا فلما تجلى ربه للجبل. يبقى الله يتجلى لبعض خلقه.
انما كون الخلق يشوفوه ولا ما يشوفوش، الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ جعله دك. ده احنا بنشوفوش ليه؟ لان تكوينه مش مؤهل لان يرى، بدليل ان الاصلب والاقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك. فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صاعقا. فإذا كان موسى قد خر صاعقا لرؤية المتجلى عليه، ده خر صاعقا لأنه رأى إيه؟ المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو رآه؟ يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ مش معد له، مش معد إيه؟ وتيجي بقى في الرؤية وبعدين يفوتهم أن المعركة في غير محل نزاع، لأن الآية في قوله لا تدرك، وكلامهم في الرؤية تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤية والإدراك. فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كنها، يبقى فيه فرق بين الرؤية وبين إيه؟ يبقى الإدراك الإحاطة. لا يمكن وإن رأينا ربنا أن نحيط بكمالات ذاته أبدا. يبقى فيه فرق بين اللي أنتم بتختلفين فيه واللي قالته الآية. أنتم تتكلمون عن الرؤية والآيات تتكلم عن الإدراك، يبقى دي خالص بعيد عن محل النزاع. ايه خالص. واذا كنتم كذلك، نيجي نقول تعالى بقى كده نبحثها لغويا. لا تدركه الابصار، كلمه ابصار فيها الف، فيها ايه؟ الف. وال تاتي للاستغراق، يعني لا تدركه كل الابصار، مش كده؟ لما قال والعصر ان الانسان لفي خسر، يبقى كل انسان ولا لا؟ الا من استثناهم الله بقوله الا، فما دام استثنى الا الذين امنوا، يبقى الذين امنوا داخلين في ايه؟ في الانسان ولا لا؟ يبقى الانسان وان كان مفرد الا ان دخلت عليه ايه؟ قال. وما دام دخلت عليه قال تبقى للاستغراق، بدليل انه استثنى منهم مين؟ طب ده واحد يقول لك ده الانسان مفرد، والعصر ان الانسان مفرد، فكيف يستثني الله من المفرد جماعة بأنه إلا الذين آمنوا؟ ده هنا المستثنى منه إيه؟ قال إنه له أصل، ما هي فيه ألف، وقال بتعمل إيه؟ بتستغراق. استغراق يعني بتدي كل الأفراد، يبقى كل إنسان في خسر إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. أخذت جمعا من جمع، خلاص. طب ما دام قال للاستغراق الجمعي، حط الأبصار هنا وهاتها للاستغراق. لا تدركه الابصار، يعني كل الايه؟ يبقى استغراق ولا لا؟ طيب كل اداه عموم اهي متقدمه على اداه النفي ام متاخره عنها؟ لما يقول ايه كل الطلاب لم ينجح، كل الطلاب، يبقى عدم النجاح على مين؟ كل الطلاب. إنما لم ينجح كل الطلاب، بل نجح بعضهم، بل نجح إيه؟ بعضهم. يبقى في حاجة بيسموها سلب العموم وعموم السلب. أنا بنفي التعميم، يبقى التخصيص ما تنفاش. فلما يقول لا تدركه الأبصار، أي كل الأبصار، بعض الأبصار يراه يدركه وبعضها لا. فالمؤمنون يدركون بوجوه يومئذ إيه؟ إلى ربها ناظرة، والمحجوبون لا يرونه. يبقى هنا الكلام فيه سلب العموم ولا عموم السلب؟ لأنه من سلب العموم، يبقى ما دام سلب العموم يبقى الخصوص إيه؟ يبقى موجود. وأيضا إيه اللي خلاكم تبحثوا البحوث دي؟ وهل هذه مستبعدة على الله أنه يخلقنا وإحنا مخلوقين في الجنة بقى يعدنا إعداد آخر، إعداد تاني؟ طب اشمعنى قبلتم انكم في الجنة تأكلون وتشربون ولا تتغوطون؟ الله، اذا في تكوين تاني في خلقك، تكوين في ايه؟ فلماذا لا يكون الممنوع هنا ربنا يكونني تكوين اخر بحيث استطيع ان ايه؟ ان ارى. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعمل اشياء في الاخرة، قانون الدنيا ما ايه؟ ما يجيبهاش. انما امننا بها ولا لا؟ ام قال لك طيب يا اخي، ويقول لك في الجنه احنا لا ناكل ولا نشرب. طيب ايوه، ما بناكلش ولا نشرب. طيب
ونتغوط ولا ما نتغوطش؟ طب ما احنا كلنا وشربنا ومش هنتغوط. نقول يا اخي طب ما هو الطفل بياكل ويشرب من امه ويتغذى غذاء كامل قوي ولا يتغوطش، لانه لو تغوط لاحترق في مشيمته. يبقى اذا كان في الدنيا بتحصل اشياء كده، يبقى في الاخر ربنا يخلقنا خلق ويعدنا اعداد لنحظى برؤيته، وذلك كمال الايه، كمال النعيم في الاخره للذين احسنوا الحسنى وزياده. والله سبحانه وتعالى اعلم، والى لقاء اخر ان شاء الله.